عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم البنات الزوينات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلكم بخير؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وصباحكم مبروك. وبغيت نشارك معكم هذا الفيديو اليوم، وكنتمنى انكم دعموني وديروا لي لايك وديروا لي مشاركه وتشجعوني لان انا بغيت نقرب لكم بزاف د الحوايج، وبغيت ان اي حاجه كانت هكا خرج جديده انني نصورها ونحطها لكم. اللي هذا حتى انا بغيتكم انتم تعاونوا معايا كما حتى انا كنقلب على شي حاجه، واخا كاين دابا باقي ما كايناش شي سلعه جديده، ولكن الحمد لله فين ما كانت شي حاجه جديده غادي نعود نصورها لكم ونشاركها معكم. البنات الزوينات ديالو بزاف البنات والاخوات والامهات وكل شيء الحمد لله، والشباب لان حتى الشباب كيجيو كيتقداو عندي، وتبارك الله كاينين رجال حليويه في المخابيز وداك الشيء، تما كيجيو كيتقداو تما تبارك الله عندهم ما يقولوا، وتما تيقولوا لك هكا مره حتى لنا شي حاجه نشوفوها، دايره القناه دايره حتى لنا في هذا الشيء نشوفوه ونعرفوا حتى حنا اشنو اللي داخل وشنو اللي خارج في السلعه، لا القديم ولا الجديد ولا كل شيء. ما نطولش عليكم الاخوات والاخوان، اليوم بغيت نشارك معكم هذه المجموعه الصغيره ديال هذا الشيء بالنسبه لخصوص الحلويات ديال عيد الميلاد وديال سميتو. انا نبدا معكم بهذا البنات والاخوات الخوت، هذا ديال الكيك ديال الديزاين، اولا كيديروا فيه المهم ديك اللي سميتها لا جينواز او ديك الاسفنجيه او لا، المهم انا راه ما غاديش نهضر بمصطلحات تاع اللي شافت الباتيسري وداك الشيء، لانني راه ما عنديش معاه بزاف، انا كنهضر كانني كنبيع ونشري، لانني شي حوايج الا جيت نقولهم انا ماشي في الطومين ديالهم راه ما يمكنش، خصني كما تنقولوا التزم حدودي، ما عرفاش تنقول. بالنسبه لهذا راه كيديوه الشباب والدراري اللي كيخدموا في الباتيسري والبنات اللي كيخدموا في هادشي ديال الحلويات، تيقول لك هذا راه كنديروا فيه ديك الكيك الاسفنجيه او ديك السبونج، او لا كنديروا فيه ديك ديال لا جينواز ديك اللي كتكون عاليه وتنعاودو كنقطعوها، المهم ديال الديزاين هادشي كيقولوا بحال هذا. ها هو البنات، هذا ما بقاش عندي دابا، ملي كنت مشيت بغيت نهز من الطبله لقيت خرج الكبير وخرج الصغير، اذن بقى غير هذا. انا البارح في العشيه خديته، ولكن هذا الصباح الحمد لله لقيت هذوك خرجوا، لقيت بقى غير هذا. ها هو راه في العلو ديالو 15 سنتيم اللي في العلو ديالو، ها هو هذا ديال لينوكس، ها هو كاين هذا وكاين ثاني هذا البنات، هذا سيركل كيتسد وكيتحل حتى هو في هذا راه في العلو ديالو تقريبا واش شي 17 سنتيم شويه عالي على هذا، ها هو حتى هو راه كيتحل وكيتسد من هذه البلاصه هذه، حتى هو كيديو صحاب المخابير وصحاب الناس اللي كيديروا هذه سميتو الحلاوي ديال الديزاين والحلاوي دوك اللي كيكونوا عاليين وسميتو كيديوه. هو هذا شتو البنات شحال وحده كتجي عندي وكتكون انت توقف كتضحك، كنضحكوا لي قالك عطيه لبيع وشرا، راه الا ما ضحكتي مع الناس وما دويتي راه ما كاين والو، كتقول لك شنو هو هذا، واش هذا كان كيلو به ولا اش كنديروا به، لا هو ولا هذا، كنقول لهم لا راه هذا كيديروا فيه الحلاوي ديال الديزاين دوك الحلاوي العاليين الحلاوي كذا كذا، هو هذا وهذا حتى هو هذا حتى هو راه فيه الكبير وفيه الصغير. كاين هذا قلنا هو الكبير، وكاين ثاني البنات هذا المربع، هذا المربع هذا كما تنقولوا راه عملي كيخرج بزاف تيديو هذا، حتى هو راه كيتحل وكيتسد. ها نتوما البنات كما كتشوفوا معايا، وسمحوا لي كما تنقول لكم راه كنصوري بواحد ليد، ها نتوما شفتوه، ها هو شفتوه كيتحل وكيتسد، ها هو شفتيه هذا راه فيه في العرض تاعو، راه مازال حتى العرض تاعو كيتحل فيه وكيتسد فيه، هاو كي العرض ديالو كالطول ديالو، ها هو شفتيه شفتوه البنات، ها هو هذا حتى هو راه عملي وزوين، كيخدمو به دابا الكيك ديال عيد الميلاد، كاين اللي كيدريسي به شحال من حاجه، كاين اللي كيدير به صفه ديال الروز صفه ديال السميده سميتو، كيبيع حطاكو تيتدريسها باش تجي انها مزوقه. دابا تبارك الله راه عرفتي الحمد لله ما شاء الله الخير موجود، والشباب تبارك الله والناس والعيالات راه ما بقاش باقي شي حد ما عرف شي حاجه، راه ولا تبارك الله كلشي الحمد لله، راه كلشي تطور كلشي بدا كيعرف، كلشي قليل وقليل اللي كتلقيه، ولكن داك اللي قليل راه الحمد لله هو تيقلب على انه يعرف. كاين تاني هذا المثلث، هذا المثلث تاعو حتى هو راه حتى هو كيتزاد وكيتنقص، ها هو شفتو البنات راه كيتزاد وكيتنقص، ها هو البنات راه كاين فيه المثلث كاين فيه القلب كاين فيه واحد تاع الورده. دروك انا حاليا بقاو عندي هاد ثلاثه، هما اللي بقاو ثلاثه ديال الشكل، هما هو عندي فيه ولكن بقاو ثلاثه ديال الشكل، هما اللي بقاو فيه المثلث وفيه هذا المربع وفيه هذا الدائري،
هانتوما البنات شوفوا هذه الدائري حتى هو حتى هو راه كما تنقولوا البنات الدائري حتى هو راه عملي عملي البنات. هانتوما البنات انا راه كيهزيت هما ذات من الطبله كنصور معكم لانني بغيت نخطر شويه الوقت قبل ما يدخل عندي شي حد اولا شي حاجه نهضر على خاطري داكشي باش البنات هانتوما شفتوا هذا راه كيتزاد وكيتنقص حتى هذا راه حتى هو عامل حتى هو تيخدموا به بزاف ديال الاخوات حتى هما تيقول لك راه زعما ملي ولا تبارك الله هذا الشيء ولا الحمد لله الخير موجود ولا الناس كيعاونوا شي في الخدمه ما بقاش الخدمه باقي في ديك الساعه كانت كيبان تي هو تيخدم وكيدير مجهود وما كتبانش دروك الحمد لله بفضل الله داك فضل الله سبحانه وتعالى وفضل هذا سميتو هذا المواد الحلويات وهذا الشيء ديال لي سيركل وهذا الشيء تبارك الله الخير اللي موجود ولا الانسان تيحط الحاجه وكيحطها تبارك الله زوينه. الحمد لله الحمد لله على بلادنا وكنتمنى ان بلادنا تكون بخير وعلى خير والحمد لله دون فيها السلم والسلام يا سيدي ربي وكنتمنى ان سيدي ربي يزعلنا الوباء الحمد لله الخير موجود موجود الحمد لله. بالنسبه لهاد المول هذا كاين هانتوما كاين هاد الصغير هذا هاد الصغير هانتوما شفتوا البنات كاين هذا حتى هذا راه عملي تيخدموا به بزاف بزاف الناس كيبيعوا صابو فيه شي كيك ديال الفطور اولا المدرسه الولاد مع الصباح اولا كاين هذا الصغير هذا وكاين هاد المتوسط هذا هذا هانتوما كتشوفوه كاين هذا انا هذا كيعجبني تنخدم فيه بزاف لانه تبارك الله كتخدم فيه تيعطي منظر وتبارك الله حتى كيجيك زوين في القطع ديالو. هذا بالنسبه للناس اللي كثر من سته الناس في الدار اولا امام الناس اللي كانوا جوج الناس اولا ثلاثه راه هذا يكفي اما بالنسبه لهذا كيكون الناس مثلا شويه هذا قادي الغرض تبارك الله. هذا راه زوين في الشكل ديالو ملي كتخدمي وكتقلبي الكيك راه تبارك الله تيجي واحد المناظر ديالو زوين وعاطل العين ومفركس كما تنقولوا كيجي مفركس سمحوا لي تنهضر معكم كانني كنهضر عادي انا سمحوا لي كما تنقول لكم راه كنهضر كنحاول نهضر معكم عادي انا راه ماشي تنقول شي حاجه اللي تصنع ما كنعرفش نتصنع كنهضر عادي. ايوا يا البنات اش غنقول لكم كاين هذا تبارك الله هذا كيعجبني هذا راه انا كيحمقني علاش حيت هذا راه تيبرد ليك القلب ها هو شتيه تبارك الله مول واش من مول وغزال وزوين هذا تبارك الله عندك شي ضياف عندك شي حاجه بحال في رمضان مثلا بغيتي تصاوبي ديال تقريبا واحد 3 ايام ولا يومين شي حاجه شي حلوه ولا شي كيك هو راه غزال تبارك الله وفي الشكل ديالو تيجي فن 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 هذا تبارك الله راه حجم كبير راه زوين غزال هذا تقريبا راه به شي 8 البيضات الله اعلم ولا 10 البيضات هذا راه الا كان شي اخت معنا راه غادي تدخل تعتقنا تقول لي شحال بيز ديال الكميه ديال المقادير غزال غزال هذا تبارك الله زوين داوم عندي الناس ديال المخابز قال لك تيخدموا به زوين وهذا كما تنقول لكم هذا راه الموست ديالو هما كما كتشوفوا وهذا راه الصغير ديالو البنات وهذا الشيء اللي كاين في هذا النهار هذا اللي شاركته معكم كنتمنى انكم تقبلوا عليا وتقبلوا على الفيديو ديالي وتقبلوا على الطريقه باش تنهضر لانني كما قلت لكم انا الاخوات انا راه ماشي انا كنتصنع في الهضره ديالي اولا انا بغيت غير نقرب ليكم الحوايج اللي كيكونوا في السوق والحوايج اللي تيكونوا جداد وهذا هو الهدف ديالي وكنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وكنتمنى هذا الفيديو يكون خفف على قلبكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.